يا جسور في الأرض الطيبة، كتبوا التاريخ من تاني، أسياد العز والهيبة رفعوا علم رسوا معاني. مهما الزمن اتحداني، ده مكاني أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني. هذا المقام نترحم على شهدائنا فيضان توكر، ونسأل الله لهم الجنة، ونسأل الله الصبر وحسن العزاء لأهلهم وزويهم. وكما لا يفوتنا نشكر الشركة السوداني التي وقفت مع أهل توكر وساهمت، وباسم اللجنة العليا للفيضان نقدم صوت الشكر. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ما الزمن اتحداني، ده مكاني أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني. أنا جوا تعدي جبال، أنا همة تعدل الحال، أنا أمة تجود أجيال، رفعوا علم رسوا معاني، ده مكاني أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني، دي الكلمة الجالة لساني. نشكر شركة السوداني بهذه المساهمة الجليلة الذين أتوا من بورسودان ليشاركوا أهل توكر والشهداء، وأنا باسم الشهداء أشكر شركة السوداني من نواميس وخيم، واليوم الله ساعدتم قلوب الشهداء وأبناء الشهداء. أي شركة تجي تقدم نفس المستوى والله نحن سعيدين كشعب. مكاني أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني. اليوم إن شاء الله نقوم بتوزيع الخيم لأسر الشهداء في السيول والأمطار. أنا جوا تعدي جبال، أنا همة تعدل الحال، رفعوا علم رسوا معاني، ده مكاني. الحمد لله الليلة مع شركة السوداني، ربنا وفقنا إنه وصلنا توكر. دائما سوداني في كل المحن بتاعت الشعب السوداني حاضرة. حاليا هي وصلت برغم الصعوبات وبرغم وعورة الطريق، الحمد لله ربنا وفقنا إنه خشينا. الشركة الوحيدة بتحس بمسؤولية المجتمعية، خادمة المجتمع في كل الحاجات. يمكن حفظ الله الرحمة حالياً 15 سنة معاون. أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني، دي الكلمة الجالة لساني. توكر مدينة حبيبة على كل السودان، وتاريخها بيشهد ليها بذلك. نحن اليوم بنآزر توكر، مواطن توكر، مجتمع توكر اللي يتضرر بسبب السيول والأمطار وانهيار السد. أسر عزيزة علينا جدا تضررت. نحن كنا سعيدين أنه من أوائل الناس اللي عبرنا لتوكر. كانت الزيارة شكلها مختلف لأنه مستهدفين فيها أكثر أسر الشهداء السيول، ناس بعد ما فقدوا ممتلكاتهم فقدوا جزء عزيز عليهم من أسرهم. دخلنا قدمنا لهم نحن مساعدة من كواجب من واجبات السوداني اللي عودتنا عليه نحن دائما، وده يمكن ساعدتنا أن نحن نصل لهم ونقول لهم جبر الله كسركم ونكون واقفين معهم. وبذلك يمكن يكون برضو اشتملت لتوزيع ناموسيات بالنسبة لأهلنا الموجودين المضررين من المياه الراكدة وللأسعات البعوض وللأسعات الحشرات، حتى إن هم يتعافوا ونصل إن شاء الله ونغير المحنة اللي نحن لما تبين اللي منحة ونزرع إن شاء الله الدلتا زي ما كنا أول. دي الكلمة الجالة لساني.